شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية زعماء ورؤساء وفود دول العالم في افتتاح أعمال الجمعية العامة التي تبحث جملة من القضايا المهمة التي تؤثر على حاضر ومستقبل المجتمع الدولي، ومن بينها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية ومسألة اللاجئين. وفي كلمته أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أهمية تحقيق التنمية المستدامة لتحسين المستقبل، منوها باتفاق باريس الذي تم التوصل إليه بشأن التغيير المناخي، معربا عن أمله في تنفيذ هذا الاتفاق، مستعرضا التهديدات الأمنية التي تواجه دول العالم والنزاعات المسلحة التي أدت إلى التطرف والعنف، مشيرا إلى أن الأزمة في سوريا تحصد أكبر عدد من الأرواح، مشددا على الحل السياسي لهذه الأزمة، داعيا كافة الأطراف المؤثرة إلى العمل من أجل تحقيق ذلك. كما تحدث بيتر تومسون رئيس الدورة 71 للجمعية العامة حول خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والأهداف التي تسعى المنظمة الدولية إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة من أجل توفير حياة أفضل لكافة المجتمعات.